لود ابغى الزبد زبدني لعبناها على تقرير اليوم في واحد من افخم الاسواق في مدينه جده. لما بيتكلم عن البوليفارد من الاجواء الجميله هذه، تغطيتنا اليوم لمطعم لبناني فظيع، نتكلم على حاجه اسمها كرم بيروت. اوكي، كرم بيروت. كرم بيروت مشهور في كل اماكن جدا كثير في العالم، تتكلم على مستوى حتى في بيروت، في الداون تاون، في الرياض، في عده اماكن في العالم حتلاقوا العلامه هذه. الفكره حقتها انه عملنا مجموعه من الاكلات اللي هنا جدا جميله، حبيتها لدرجه انه شيء مو طبيعي. عشان اوصل لكم لدرجه انه قديش انا حبيت المحل، واوصل لكم قديش انه انا عشق مجموعة من الأكلات اللي هنا، هذا المينيو تبعهم في كمية أكلات اقترح عليها، وخلينا نشوف كيف بطريقة ما نهاية الفلوج حقول لكم قديش التكلفة حقتها، ومن هنا حتعرف انه هذا المحل باللوكيشن بالجلسة بالمكان حقه بالعام حقه it's a must انه كل واحد فيكم يجي. المقبلات احنا جايبينها مقانق بالرمان، شايفينها الورق العنب باللبن والزهر تحفة، الحمص رهيب. شخصيا انا بقول من اطعم التبولات في مدينة جدة اللي اكلتها، تحفة. انا بدبس الرمان زي ما شفتوا كيف تنطبخ. الفكرة حقت الورق العنب، خلطة الزهر فيه مع اللبن ده مع ورق العنب حقهم is so freaking delicious. هادي المين كورس، هذا كباب لذيذ اللعنة. مو بس كده، لازم اوريكم هذا كيف تتاخد. حمد ثاني، صار لي شي 100 سنة مشلوحة بهالدكان، ضجرت من الحيطان مست حي طول، وانا عيني عالحلا والحلا عالطرقات، بغني له غنيات وهو بحاله مشغول. لو اخذت الكبابة اللي هنا، اخذت معاها العيش اللي تحت الكباب ده، حاول تطلب معاها تومية، خد ده حط التومية، تحطه هنا، تحط الكباب كده، ده الشيء. تحفة. الطلبات اللي طلبناها ورق الحمص، التبولة، المقانق بالرمان، الكباب، خروف المحشي مع حلا والدرينكس. إجمالي الطلبات هذه في عندنا 2 ساجمنت جوجل ومحمد، هذه 3 طلبات تكفي اكثر من شخصين، وانا بالنسبه لي بقول لكم هذه شخصين اتس فيري ماتش. الاجمالي حقه تقريبا ب 360 370 ريال. هذه الاشياء مو بس الموجوده في كرم بيروت اللي هذه شيء لذيذ، خليني اجي اقول لكم للناس اللي هم من العدد اللي بيزيد اكثر من كذا، وفي نفس الوقت في حاجات ثانيه لذيذه فظيعه. And it has to be ordered. You can't. رقم 1 شوربة العدس.
تبر الشمال. في ناس كتير بيفضل ان هم بياخدوها مشويات مشكلة. انا بالنسبة لي اخدها الحالة. نوع اللحمة طريقتها لحمة الوصال هنا تحفة 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 من جد مو تريقة مو تريقة مع التومية إيريز إيريز يا عم إيه الجمال ده جوسنس جوسنس حق الوصال انشرع قلبه ما تعرف هي ما بين الكباب وذي الشيء زي كده مشاعر مشكلة عندهم مرة بطل. إليكم من أعظم من ألذ الريش اللي موجود ودكتها حاليا. هذا الكوليكشن تقريبا الفاتورة اللي وجيته حتى كله الأكل جاي تكفي بدون مبالغة من 9-8 أشخاص ده كل الأكل مع حالة بيان ولا قبل من اللي انا قدمتهم انا يعني بالنسبه لي شخصيا في الوالده رائع 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 ولسه باقي الحلا يدفع البلد قاعد لعبناها على الفكره حقت التراس التراس حق اسم العوائل ما شاء الله مليان حديث لكن ايش يميزه معانا الحلوين وليد وحسن يا ضحكي صداها مرافقني يا صوت اللي بواضح حارقني مشتاق لإيديك تسرقني من حالي أنا آيس كريم قشطة مع قشطة فريش مع مربى الكرز وعسل على وجهي قشطة بالقشطة نتكلم في اول شيء في الاكل لكن راح نتكلم في كذا نقطه الاتموسفير بشكل عام مره ممتاز جميل القعده حقت فيها البيو على المركز التجاري مره حلوه هذا رقم واحد رقم اثنين الاكل كواليتي وايز جدا جدا ممتاز اللحوم تفوز كلها بدون ادنى استثناء يعني كان في جدل والله ايش اطعم الكباب ولا الاوصال لا يعني الكباب ولا الاوصال؟ الاوصال كباب ولا الاوصال؟ بدون منازع انا كباب كباب عيد الكبابكي ايش رايك في باقي الشيء؟ باقي الاشياء مره لذيذه الحمص يعني كان لا باس فيه بالنسبه لي بدك تحمص على بس والنقانق كمان اللي هي الحمص الكواليتي حقه جيد الحمص الكواليتي حقته مره لذيذه بس النقانق يعني زي دبس الرمان معتدل كويس يعني بشكل عام ياخذ 9.5 من 10 من كيسك هذه 9.5 من 10 النص الاخير يفوز به الحلا ايش رايك في الحلا؟ يدفع البلد ايه؟ يدفع البلد ابغى الزبد زبد لي رايك الزبد مره جيد ما شاء الله جلسه ديكور لكن رهيب ما شاء الله تبارك الله والله اللحم اللحم حبيته انت اكثر شيء اللحمه قشطه بالقشطه قشطه بالقشطه هذه اول مره انا اجربها قشطه انا هون استوبينيا يعني مثال حل زي القشطه اسمع مربى الكرز تفوز رهيبه كل انواع القشطه اللي عندنا منك لله اللي ببالي That is why كرم بيروت is so different. وريناكم التسيرة وريناكم ايش اطعم اكلات. You have to come. It's an enjoyable. اهلا فيه بكرم بيروت مدينة جدة. And it is enjoyable. Thank you. من ان عجبتكم التغطية دي. I'm off. Bye. كيف؟ Bye. دقيقة في حاجة وطلب خاص من عيلة عيلة خاصة عيلة عارفين نفسهم. أنا أقول أي
جوانح حبينا جوانح عندما جوانح اللي حبينا حلاوتها انه هي فيها شوية كده فيها زيت موضة التوم حقها مرستك كرنشي انا عرفت العيلة هذه ليش حابة ده الشيء It's epic دي لا تفوتكم كمان دي حاجة كده ايش بوف This is for you لأي يلا نشوفكم في الفلوق الثاني باي